بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. هذا اليوم هذه المناسبة الحزينة في موت ليس شخص عادي، عالم وعالم ومربي وقدوة، رحمة الله عليه، سيدي محمد السعيد الجردي رحمة الله عليه. كان مربيا، كان قدوة، كان إمام بالأخلاق قبل أن يكون إمام بالعلم رحمة الله عليه. الحمد لله جاء المحبون وجاء الطلبة ديالو. للأسف الشديد الإمكانيات ميمكنش، لأن المرض كان في الوباء وكان في المرض، ولكن مع ذلك الناس تحدوا هذه الوضعيات وجاءوا يصلوا عليه ويحضروا جنازته. نسأل الله له الرحمة، هذا هو المهم. أدى رسالته وأدى أمانته وانتقل إلى رحمة ربي عز وجل. نسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه وأن يعوض الأمة فيه خيرا، لأن موت العلماء مصيبة لا تعوض. قد يموت شخص ويعوضه شخص آخر، أما العلماء إذا ماتوا لا حول ولا قوة، لا يعوضهم أحد، خصوصا مثل هؤلاء العلماء الذين هم قدوة في أخلاقهم، قدوة بعلمهم. نسأل الله يرحمهم، وشكرا لكم على الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه ويصبر أحبابه وأهله وأسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. حمد الرحيم البزاوي طالب عند الشيخ سيدي محمد سعيد الجردي حفظه الله ورحمه. الشيخ ما عهدناه إلا أبا وعالما معلما للطلبة، وحريصا على إجلاء الغموض التي تعتالينا وتعتورنا. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويرزق له وذويه الصبر والسلوان، وأن ينفعه بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد افتقدنا في هذا اليوم الأليم، في هذا اليوم العصيب، أعلاما من أعلام هذه الأمة، وهرما من هرم هذه الأمة، شيخنا محمد السعيد الجردي. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته، وأن يثبته عند سؤال الملكين، وأن يفسح له في قبره مد بصره. لقد كان رحمه الله نشيطا مع الطلبة، جدا مجتهدا في تبليغ الفوائد لطلبة العلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا بما تركه من الكتب ومن العلم، كما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على فراقه، وأن يرزق أهله الصبر وأولاده الصبر والسلوان على فراقه. فهذا اليوم أو هذا العام هو عام الحزن بالنسبة لنا، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عام الحزن بالنسبة للأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية تفقد في هذا العام كثيرا من العلوم، كثيرا من الأعلام، وكثيرا من الشيوخ الذين خلفوا فراغا كبيرا في الأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يخلفنا وأن يخلف أن يخلفنا في هذه في هذا في هؤلاء الأعلام علماء آخرين حتى يسدوا هذا الفراغ، كما نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعلنا من الطلبة البارين بالشيخ الكريم. فاللهم يا رب تغمده بوسع رحمتك. بهذه المناسبة الأليمة نعزي سكان مدينة طنجة خاصة، ونعزي العالم العربي والعالم الإسلامي عامة في هذا اليوم الذي فقدنا فيه هذا الشيخ الجليل، هذا الشيخ العظيم الذي قدم للأمة الإسلامية الكثير والكثير والكثير. وما نقدرش نزيد نعبر على هذا الشيخ هذا، وقنعيا ما نقول شي حاجة، ما نقدرش نوصل. جزاه الله خيرا على الأمة العربية والأمة الإسلامية كاملة. وفحال اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، فحال اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية
علم ينتفع به الناس. هذا الشيخ الجليل، هذا الشيخ العظيم السيد محمد الجردي خلى الكثير والكثير من طلاب العلم في جميع أنحاء المغرب وخاصة في أوروبا، في إسبانيا، في فرنسا، جميع طلاب فضل الوقت هذا الأغلب ديالهم ديال الطلاب ديال السي محمد الجردي شيخنا العظيم، وهم الآن اللي كيعملوا الخطاب ديال الجمعات في المساجد، هما الآن اللي كيعملوا الصلوات الخمس المساجد لا في المغرب ولا في أوروبا. وبهذه المناسبة كنطلبوا الصبر والسلوان إلى أهله وزوجته وأولاده وأحبابه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.